خاتم الشيخ نختم بها الأول. والله الشيخ يعني الله يحسن خاتمته وخاتمكم. آمين يا رب آمين. وميتنا على التوحيد يا رب يا رب. يعني أولا توجيه يعني ب يعني مثل ما ذكرنا بالاهتمام بالدعوة و يعني عدم شغل المدعوين بأمور يعني لا تنفعهم يعني حقيقي. يعني بعض الناس يذهب إلى الدعوة ويشغل الناس المدعوين بقصد أو بغير قصد في أمور لا تنفعهم الحقيقة يعني، لكن يعني يجتهد في ترسيخ حب الدعوة إلى الله عز وجل في نفوس يعني المدعوين هناك، ولا سيما طلاب العلم. يعني أنت بلد تعيش فيها أسبوع أو أسبوعين ثم تذهب، لكن أبناء البلد سيبقون وهم الذين عليهم العاتق الكبير. نحن نأتي من باب التنشيط تحريك الدورة الدموية مثل ما يقال، لكن كوننا نوجه الشباب بالدعوة إلى الله هناك والأخذ يعني بأيدي الناس للخير والصلاح، سواء كانوا المسلمين يعني يركز معهم على الاعتقاد وعلى يعني الألفة بينهم وعلى عدم التناحر وعدم يعني إدخال الدنيا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن أكثر ما يفسد بين الإخوان الحقيقة هو الدنيا. الله يعني محبة المناصب، يظنون أن الرجل إذا كان رئيس جمعية تأتيه الأموال من هنا وهنا يستفيد منها، مع أن هذا الحقيقة يعني هذه أمانة، يعني هذا التكليف عظيم ما هو سهل كونك تكون مسؤول عن أموال الناس، يعني هذه مصيبة الحقيقة يعني إلا أن تتقي الله عز وجل فيها. فيعني يصرفون إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الاهتمام بغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناس، وأيضا حث الشباب في كل بلد على دعوة غير المسلمين. أنا أتعجب الحقيقة يعني من بلدان المسلمون فيها قليل وأهل الكفر كثير ولم يحرك ساكنا. يعني أنا جلست مع بعض الإخوان يقول والله ما في يوم من الأيام خطر في بالي أن يدعو النصارى للأمانة. الله المستعان، هذه مصيبة والله يا أخي، والله المستعان المستعان. يعني يغرس هذا الأمر في نفوس إذا لم نبدأهم يا شيخ، هم بدأونا بالدعوة والله المستعان. أكيد ما في شيء، لكن الحقيقة يعني أنا أشوف التفريط. يعني مرة دخلت محل وكانت في امرأة تبيع، فقلت لها يعني تكلمت عن الإسلام يعني في شوية لغة إنجليزية أتكلم معها، ما حد يعني كلم صاحب المحل مسلم، قالت لي مسلم، ما حد كلم، ما كلمك عن الإسلام، ما جاب لك كتاب؟ قالت لك. فرحت الفندق كان معي كتاب وجبت له وتخذ قري واستفيد لعل الله يهديك. فالحقيقة في قصور من المسلمين حتى في البلدان تلك التي فيها نصارى وفيها وثنيون، ما يعني ما فيها يعني ما عندهم اجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ هذا الدين للناس. ما تقدر تتكلم رسالة، رسالة يعطيها موقع نعم. صحيح يا صحيح صحيح، يعطيها مصحف. والله أنا أتعجب الحقيقة. فأنا نصيحة لإخواني يعني من هنا إذا أرادوا الذهاب يعني يركزوا على هذا الأمر، يغرسوا في نفوس الشباب هناك حب الدعوة إلى الله، ويعني ما هي الطرق التي يعني أو ما هي الأمور التي يشتغل فيها ويترك ما سواها، هو تعليم العقيدة، تعليم التوحيد، تعليم يعني السنة، اهتمام بالعلم، وأيضا يعني يؤكد عليهم مسألة دعوة غير المسلمين. لأن هذا الرجل إذا أسلم هذه حسنات خالصة، أي شيء منذ أن يقول لا إله إلا الله حتى يموت، وكل عمل عمله فهو في ميزان حسناتك. وهذه يعني هذه الغنيمة الباردة والله. أيوة. والله هذه الغنيمة الباردة إذا فرطنا في مثل هذا وممكن يكون هذا داعية، ممكن يكون داعية. كم من أجورها فأنا والله هذا الذي أوصي به إخواني، أن يعني يجتهدوا الحقيقة في الدعوة، وإذا لم يتمكن من السفر مثل ما ذكرت يعني مواقع التواصل الآن فيها خير عظيم يعني في يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، بدل أن نشتغل بالقيل والقال والسياسة ومقاطع تعبانة يا شيخ. الله المستعان، الله يرحم والديك، بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير، سعدنا والله بلقائك، الله يسعدكم، الله يبارك فيك، حفظكم الله. هذا حديث ثاني، حديث الأشياء. طيب الله يوفقنا، جزاك الله.